وأنت تجوب معرض آيدكس مستكشفاً، لابد وأن تصادف تجمعاً كهذا. عندها فقط تدرك أنك أمام الجناح الصيني. يدفعك الفضول لتشق طريقك بين المحتشدين وتكتشف ما يجذبهم، فترى العجب العجاب. نعم، إنهما كلبان لكن روبوتيان، يتنقلان، يتمايلان ويتفاعلان مع الحضور بطريقة مدهشة تنجح في إثارة ردود فعل الواقفين أمامهم. فتراهم يضحكون تارة وتارة يحاولون إغاظة الكلب واستفزازه ليظهر المزيد من التفاعل، فينخرطون معه دون أن يلتفتوا إلى أن كل ذلك يتم عبر التحكم عن بعد. فخر الصناعة الروبوتية لإحدى شركات الدفاع الصينية. وبحسب المتحدث باسم الشركة، فإن جوهوان بحجمه الصغير والذي يزن 12 كيلوغراماً ويمكنه حمل 5 كيلوغرامات يستخدم بشكل رئيسي لأغراض التعليم والبحث والتطوير. أما أخوه الأكبر ألينغو المتوسط الحجم فيزن 20 كيلوغراماً ويستطيع حمل 10 كيلوغرامات، كما يملك القدرة على تسلق سلالم بارتفاع 18 سنتيمتر للدرجة، ويمكن الاعتماد عليه لاستخدامات تتعلق بقطاع الصناعة والأمن والاستكشاف، وخاصة لأماكن وجود النفط، حيث يمكن تركيب كاميرات وكمبيوترات على ظهره. اللافت في الكلبين مرونتهما العالية في الحركة، والتي تمكنهما من التفاعل مع الأشخاص أمامهما بشكل مدهش. كما يمتلكان تقنية متقدمة تتيح لهما أداءً حركياً فعالاً، يخلق توازناً بدرجة ممتازة، فيتحرك الكلب الروبوتي وكأنه مخلوق طبيعي، ويعود بعض الفضل في ذلك إلى خفة وزنه، كونه مصنوع من الألومنيوم والفولاذ. ومع أنهما لم يستخدما لأغراض عسكرية حتى الآن، إلا أن الشركة المصنعة تخطط للاستفادة منهما بإنجاز مهام ذات طابع أمني مستقبلاً.